بغيتي تمشي؟ مشي لاوروبا. شوف انا الحلم ديالي الصراحه مابقيتش بغيت نعيش هنايا في المغرب، غادي ما يعني صعيبه ما نكذبش عليك من الاخر. شكرا. هادشي اللي كاين حيت الغلا من ناحيه الخدمه ما كايناش، كيفاش هاد الانسان غادي يكون باغي يتزوج وغايدير غيفتح يدير اسره يدير اسره؟ لا ما كنهضرش على راسي، كنهضرك على الناس كاملين. حتى شي واحد ما عاجبو هادشي اللي كاين دابا اللي ولا في المغرب من ناحيه. شوف انا الحلم ديالي الصراحه مابقيتش بغيت نعيش هنايا في المغرب. بغيتي تمشي؟ مشي لاوروبا. اوروبا؟ ولكن اوروبا حتى هي راه خصك تخدمي. اه ماشي مشكل، نخدم عادي اللهم تما ولا هنايا. شي صدمه تصدمتي بحياتك؟ شي صدمه؟ الصدمه هي مصدومه في المغرب. علاش؟ كلشي غلا، كلشي يعني ما بقاش الانسان يقدر يعيش هنايا وصافي. علاش فين كنتي عايشه مثلا؟ وعايشه في المغرب. وني اه في المغرب وانا راه كتشوف شي حوايج ما فين تتمني تمشي تعيشي مثلا؟ يعني الاحلام ديالك. شوف كلشي الناس كيتمناو، وانا باش نقول لك شوف اي واحد كتشوفه بغى يهرب من هنا لانه كيهرب، كاين شي سبب باش بغى يهرب من المغرب. يعني كاين الغلا، كاين بزاف د الحوايج، ما بقاش الواحد يقدر يخدم ويقدر يفتح بيت. يعني مصروف ما على. انت عندك الابناء؟ لا لا ما عنديش اولاد. واني تفكريش؟ ماشي على ما كنفكرش، حنا مزوجين. وملي كتشوف المعيشه غلات، المعيشه غلات يعني حتى الا بغيتي دير غير الدراري صعيب. يعني تفكري في القرايه بزاف د الحوايج. اكيد اكيد. في نظرك انت شنو هو الحل؟ ايوا شنو هو الحل؟ الحل هو الحكومه. انت وخدم الراجل ما تقبليها؟ لا اكيد لا. علاش؟ لا تنشوفوا باللي كاينين البنات تيخدموا. ما بعدا اش من خدمه بحالاش؟ كاينه خدمه في المغرب؟ كايناش. باقا شي خدمه؟ الناس قراو ما عرفت فين وصلوا، ما كايناش خدمه اصلا. قريتي؟ صراحه شويه، درنا الدبلومات وني ما كاينه حتى شي حاجه. واش تفكري تخدمي مثلا تعاوني راجل؟ فاش كنفكر نخدم مثلا الحلم ديك فاش؟ شوف انا الحلم ديالي الصراحه مابقيتش بغيت نعيش هنايا في المغرب. فين بغيتي تمشي؟ مشي لاوروبا. اوروبا؟ ولكن اوروبا حتى هي راه خصك تخدمي. اه ماشي مشكل، نخدم عادي اللهم تما ولا هنايا. ولكن بلادك يعني عارفه فين تمشي وفين تجي؟ اوروبا ما غاتعرفيش. اشنو فين غاتمشي هنايا؟ اشنو كاين هنا؟ ما كاين والو هنايا. فاش غاتخدم؟ تخدم ب 1200 درهم 1500 درهم شنو غادير لك؟ غاتكفاش. ما غاتكفاش اكيد، ما غاتكفاش. زعما تعاوني انت وراجلك؟ هي راه هي غاتعاوني مع راجلك وانا صعيب. اختي تنشوف قلبك عامر. لا لا ما قلبي عامر ما والو. قلبك عامر ياك؟ لا يعني شوف ماشي قلبك عامر زعما، يعني انت حنينه وباينه فيك بنت الناس. الله يعطيك الخير. ياك. شوف هادشي اللي كنهضر عليه كيهضروا عليه الناس كاملين. انت تدوي على الناس وتدوي على انا كنهضرك على. لا ما كنهضرش على راسي، كنهضرك على الناس كاملين. حتى شي واحد ما عاجبو هادشي اللي كاين دابا اللي ولا في المغرب من ناحيه الغلا، من ناحيه الخدمه ما كايناش. كيفاش هاد الانسان غادي يكون باغي يتزوج وغايدير غيفتح يدير اسره؟ يدير اسره وغادي ما يعني صعيبه ما نكذبش عليك من الاخر. شكرا. هادشي اللي كاين.